رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للقمة 18 لرؤساء الدول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال أن المنظمة باتت نموذجا يحتذى به في التكامل الإقليمي من خلال بناء شراكة قوية بين بلدانها والاستفادة من مواردها لخلق تنمية مستديمة لمصلحة شعوب حوض نهر السنغال. فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الرئيس الدوري لمنظمة استثمار نهر السنغال، فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، فخامة السيد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، أصحاب السعادة الوزراء، المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، سيداتي سادتي ممثلي هيئات ومؤسسات التمويل، أيها الضيوف الكرام، سيداتي سادتي، اسمحوا لي في البداية أن أشكر أخي وصديقي فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي ومن خلاله جميع أفراد الشعب المالي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظينا به والوفد المرافق لنا. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي كل الماليين الذين يقاتلون يوميا بلا هوادة وبشجاعة لإرساء الأمن في بلدهم وضمان اللحمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأود أن أؤكد لهم من جديد أنهم في هذه المعركة ليسوا وحدهم وأننا هنا إلى جانبهم وبقوة، ذلك أنه من الناحية الأمنية كما هو الحال في مجال التنمية فإن مستقبل بلداننا يرتبط ارتباطا وثيقا. أيها السادة والسيدات، إن تاريخ منظمتنا يسطر مثالا للتسيير المشترك والمتفق عليه لمياه نهر السنغال، وتتولد هذه الوضعية من رغبتنا المشتركة للتخفيف من مضاعفات تأثيرات الظروف المعيشية للسكان من خلال تطوير موارد المياه والطاقة المشتركة لضمان أمننا الغذائي والحد من اعتمادنا على الطاقة ومكافحة الفقر. وقد حققت منظمة استثمار نهر السنغال بالفعل إنجازات كبيرة، وهي تقوم اليوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع البنيوية تعزز التكامل والاندماج. ومع ذلك فإنه من الضروري اليوم كما يبدو جليا من التوجهات المنبثقة عن الدورة 17 لمؤتمر رؤساء الدول الذي عقد في 17 مايو 2017 في كوناكري منحها دفعا جديدا، وخصوصا العمل من أجل تصور وتنفيذ آليات فعالة للتمويل الذاتي من أجل تخفيف أعباء الدعم المالي المقدم من الدول. وفي الواقع فإن تنفيذ البرامج والمشاريع الكبيرة الجارية حاليا يتطلب مزيدا من الدعم المالي من الدول الأعضاء والتي تساهم بالفعل بشكل كبير في تحمل ميزانية التسيير للمنظمة. أيها السادة والسيدات، تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لمنظمة استثمار نهر السنغال في أن أهدافها تنسجم تماما مع السياسات العامة لمختلف دولنا، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة ومكافحة الفقر والتنمية المستدامة. ويسرني أن ألاحظ أنه على جميع هذه المستويات استطاعت منظمتنا على مدار العامين الماضيين تحقيق إنجازات مهمة للغاية، أذكر على وجه الخصوص منها تطوير محطة الطاقة في مناطق لتمكينها من استعادة طاقتها القصوى 200 ميجاوات وإنشاء سد كوكو تامبا الذي سيبدأ العمل فيه قريباً. ومن ناحية إنتاج الطاقة فقد رافقت هذه الجهود مشاريع لتطوير شبكات النقل التي تعزز بشكل كبير سوق تبادل الطاقة في شبه المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى الإجراءات المتخذة في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوض من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة وصيد الأسماك والصحة. بالإضافة إلى ذلك تم إحراز تقدم كبير في إطار مشروع الملاحة الذي تجري تعبئة الموارد المالية لتمويله، والذي ستكون له نتائج إيجابية سواء تعلق الأمر بحرية تبادل البضائع وتنقل الأفراد أو توطيد العلاقات الضاربة في جذور التاريخ بين شعوب دولنا المختلفة في حوض نهر السنغال. أيها السادة والسيدات، تعتبر منظمة استثمار نهر السنغال مكسبا أساسيا لبلداننا لدفع جهودنا الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية وإرساء تنمية مستدامة وشاملة. لذلك من الواجب علينا السهر على عصرنتها على الصعيد المؤسسي وتكييفها باستمرار مع المتطلبات الإنمائية لدولنا المختلفة، وأنا مقتنع بأننا سنحقق ذلك من خلال تعلقنا بمبدأ التكامل والتسيير المشترك الذي تم التفاهم عليه. أشكركم.
وكانت القمة 18 لرؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال قد افتتحت بباماكو بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وقادة مالي وغينيا والسنغال والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال.